بانتظارنا بين فالكونز وأكاتسكي حيبدأ فريق فالكونز في الهجوم. أول باند حيكون لصالح فريق أكاتسكي. بنشوف إيش ممكن يقدمون. إيش توقعاتك للباندات حاليا يا جون؟ أنت عارف يا دحوم في بان تقريبا أغلب الفرق مش بتعمله، بس أنا رأيي إن هو يكون بان قوي جدا في الأتاك، وهو أوبريتور اليانا. يعني يانا صعب كل الفرق تلعب فيه، ما هي دي الفكرة، علشان كل الفرق بتلعب بيه. يانا يمكن احسن انتري اوبريتور موجود في اللعبه دلوقتي، وخلاص بقت هي المين، ومعها نيدز ال 1.5 السلاح كويس خفيفه. اتوقع لو يشيلوا بس من هالنيد او غيروا جادجت حق النيد ممكن يكون الفكره حق اقل شويه، زي ما حصل لاش بالظبط. فعلى العموم اكاتسكي بداوا البان على طول في الاتاك لينج، وفالكونز عملوا بان لدوكابي طبعا متوقعه جدا. فالكونز يعني دايما بيعملوا بان لاوبريتور الدوكابي، ويدحهم برضو هنا علامه استفهام، لان اكيد باقي الفرق عاملين يعني المذاكره بتاعتهم من ناحيه فريق فالكونز، ومتوقعين بان زي دوكابي، واكيد مش هيكون موجود في الروستر. ف دوكابي ده المفروض يبدا يتغير معانا شويه. فالكونز بقى لهم سنه تقريبا او اكتر بيعملوا بان لدوكابي بس. وايضا الباند الثاني لفريق كاتسي حيكون فالكري، بعد ما صار في باند من فريق فالكونز للفينر. الان بنبدا الراوند الاول. زي ما ذكرنا فالكونز في الهجوم، اكاتسكي في الدفاع. ممكن هذه المباراه اللي ينتظرها فريق اكاتسكي، لانه ما كان عندهم فرصه يلعبوا الجيم في ستيج 1. كانت مباراه منتظره بين الفريقين، كانوا متحمسين يلعبوا ويواجهوا بعض. لكن حنبدا في البار والكوكتيل لاونج، هو السايت الاول متوقع في ماب كافيه. نتكلم عن تواجد الوماي والليجن، ازامي، ميرا وسولس من فريق اكاتسكي. هنشوف مع بعض يا دحوم على طول البريبريشن فيز بتاعت اكاتسكي وخطتهم في السيجار والبار. زي ما احنا شايفين كده مع بعض، وجود الليجن مع ملحة هيكون مهم جدا بالنسبه للستيرز، سواء الوايت او الريد، او حتى لو في دروبس من الهاتشز. فالجو ماينز بتاعت ملحة هتقدر تدي انتل وانفورميشن مهمه جدا بالنسبه لفريق اكاتسكي. الناحيه الثانيه بالنسبه لشادو، هو معاه الازامي، وازامي طبعا اثبتت ان هي اوبريتور من الاوبريتورز المهمه جدا، لان هي حتى لو ماتت فالوولز اللي هي بتكون مياها بتاعت الفريق. ميرا طبعا غنيه عن التعريف، تقدر تمسك بيها السيجار، تقدر تمسك بيها الفريزر، يعني بتديك كنترول كبير جدا. سولس لو في اي ديفيوزر يا دحوم هيتعمله بلانت، ممكن نشوف فيرتيكال بلايز. وسولس مع اننا بنتكلم عليه كتير وبنتكلم على النقطه دي، بس الحته دي ما استخدمتش بشكل كبير لحد دلوقتي في الستيج ده، عكس بطولات تانية كنا بنتفرج عليها. بالفعل الان بنشوف زي ما ذكرنا انه فالنتينو بالفعل هو اللي حيلعب بدال اوكلز. شفنا هذا الشيء في الاسبوع الماضي، وقدم فالنتينو صارت مباراه او مباراتين بالاصح ممتعه صراحه، واثبت انه لا زال يملك القدرات اللي يقدر يساعد فيها الفريق فالكونز فالنتينو. لكن الان نشوف ممكن فريق اكاتسكي ايش يعمل في الراوند الدفاعي الاول. راوند دفاعي اول مهم جدا، ممكن يعزز الثقه سواء لفريق اكاتسكي او فريق فالكونز، لان الراوند الاول ممكن هو المومنتم تشينجر لبعض الفرق في بدايه الجيم. فعلا يا دحوم احنا شايفين واماي على طول بيلعب بصراحه بطريقه اجريسيف جدا. يعني الانجل اللي واماي واخدها دي المفروض انجل سهله بالنسبه لفريق فالكونز ان هو يعمل لها كاونتر، ولكن في نفس الوقت ممكن تكون ان اكسبكتد. جلاد بيقع ايرلي جدا عن طريق بازوكا ناحيه الوايت سير، كان بيحاول يعمل انتري، ولكن خلاص كده فالكونز يروحوا. النيد ما تقدرش تخلص على حد يا دحوم. يمكن انا الاورنج مش مع الريد، كنت اتوقع في واحد قريب، بس للاسف الالوان خدعتني في اللحظه الماضيه. لكن لا زال فريق اكاتسكي يملك الافضليه حاليا. نتكلم 4-5 والوقت متبقي دقيقه و20 ثانيه. هنا نشوف فالنتينو بالايانا، وبالعاده نشوف فيها دمج بالفعل قاعد يصير، ونشوف واحده من ميرا اللي فيتا قاعد تنكسر بالفعل. الان لا زال متواجد فيتا في نفس الانجل، لكن نيدات خلاص خلصت على فريق فالكونز. مكملين وشايفين فيتا على طول كمان بيقدر يخلص على بي 9. فالنتينو هنا بيحاول يجيب ريفراج، ولكن ياخد دمج كبير. فيتا يقع انجر، وكمان شادو، وكمان اي كيو، ثلاثه كده بيقعوا من فريق اكاتسكي يا دحوم. فالنتينو يجيب دبل كيل على بازوكا وعلى فيتو، ثلاثه ضد ثلاثه، ولكن يعني فعليا هو ملحه الوحيد اللي متبقي. جوكر يقدر يخلص على شادو، وخلاص كده جوكر بتريبل كيل يخلص الراوند كلها وتروح لصالح فالكونز.
راوند مكتوبه باسم جوكر وباسم فالنتينو. يا دحوم ايه اللي حصل؟ احنا فجاه لقينا 3 4 وقعوا انجر. اتوقع ان جوكر هو اللي سبب 2 انجر من فريق اكاتسكي. بس الانجل ايش كانت بالضبط ما ادري، هل كانت من السيجار لاونج؟ للاسف ما كان عندنا فرصه نشوف ايش قدر يسوي جوكر في ذيك اللحظه. لكن على كل حال حنرجع مره ثانيه للبار لفريق اكاتسكي ونفس اسلوب اللعب، لكن المره هذه يفتح يغير الوردن، هيستغنوا عن تواجد الميرا. من الناحيه الثانيه كمان شايفين ان فالنتينو مستمر على اليانا، جلاد مستمر على الاش، تقريبا نفس البيكس بالظبط من فريق فالكون. وهنا شايفين كوتوس بيعمل 6 بيك من برافا وبيجيب الايس، مع ان يعني هي فعلا برافا ملهاش لازمه قوي في الاوبريتور لاين اب اللي اكاتسكي واخدينها، مع ان برافا اوبريتور كويس بس مش هتفيدهم الراوند دي. يعني اتكلم لو تشوف الجاجت ايش ممكن الجاجت الموجوده. اوه لحظه 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 لحظه، شايف جلاد اي والله جلاد بجلاز، تغير من اش الى جلاز. ممكن نشوف جلاد ايش ممكن يقدم في الراوند الثاني. كنت فيها دروب سكاي لايت دي سموك بلانت كفر، خلصت الحكايه. كنت اتكلم جون انه برافو مهمه صراحه، بس لكن لو تشوف الجاجت الموجود كثير يعني بس الومايل اللي تقدر تستخدم ملحة. ملحة ايه الجومايل؟ فيرست بيك يا دحوم على طول من اكس فيتا على جلاد للمرة الثانية، راوندين ورا بعض جلاد بيروح فيرست بيك. محتاج ان هو يبدا يركز شويه يا دحوم. شايفين كمان بزوكا حرمنا من جلاس بالظبط، يعني كنا هنشوف راوند جميله. فالنتينو على طول بالبري فاير والجيم سنس يخلص على ملحه ويرجع الميزان متساوي 4-4 يا دحوم. واضح ان الفريقين دول مش هيسيبوا الجيم لبعض بسهوله نهائيا. بالفعل نشوف الان لا زال بازوكا بستولس يحاول ياخذ الانفورميشن، لكن عارف في احد يمين ولا لا، لكن التايم مو موفق صراحه لبازوكا، ممكن يضطر انه يتراجع. خلاص الهدف انك تضيع وقت اكثر من انك تجيب الكل يا بازوكا، خصوصا انك متدمج بشكل كبير. وفالنتينو عنده الادفانتج حاليا وجوكر بالباك اب، هذه ميزه فالكون صراحه، دائما يصير في انجيجمنت، دائما في باك اب، دائما في احد يمسك الانجل معاه. شوف الان جوكر قاعد يسبب ضغط كبير بسلج، بالفعل يقدر يتخلص من بازوكا. بازوكا كان المفروض انه يضيع. اوه شوف النيد كل، لكن التايمنج في اخر لحظه بعد ما جاء عليه انفورميشن يغير البوزيشن، والان باقي 2 نيدز متبقي مع فريق فالكونز بالاخص مع جوكر. الان شوف ثلاثة ومتبقي دقيقة و20 ثانية يا جون، ولكن على طول اي كيو يكمل ويخلص على جوكر، ويتبقى فالنتينو وكوتوس ضد 3 من اكاتسكي. واضح كده ان احنا هنكون ماشيين برتم راوند للفريق ده وراوند للفريق ده يا دحوم، ولكن على طول فالنتينو بيقول لا ويخلص على اكس فيتا اللي كان بيلعب بيه الوردن. 2-2، ولكن متبقي دقيقة. شادو عامل حصن تقريبا كامل في داخل السيجار ومستني فالنتينو بس يفكر يعمل كوش، لان هيكون عنده كذا انجل هتفيده بشكل كبير. جيميناي كانت هتنزل من فالنتينو، ولكن شادو ياخد باله منها على طول وكده ينهي فكرة اي انتل ممكن في الفالكونز ياخدوه حاليا. وفعلا شوف هنا قطز يتخلص على البوما الان في اللحظه هذه 40 ثانيه متبقي. الشادو وحيد ضد 2 ضد مين؟ ضد فالنتينو اللي قاعد يلعب مباراه ممتعه، وفي نفس الوقت تتكلم عن قطز. قطز دايم في المواقف الصعبه يساعد فريق فالكونز. الان شوف قطز قاعد ينزل البلانت، هنا نشوف البلانت حينزل، بالفعل حينزل خلاص لصالح فريق فالكونز. تتكلم 1v1 1v2 عفوا، لكن في اللحظه هذه يقدر ياخذون انفورميشن فريق فالكونز عن مكان شادو بسبب الدرونات المتواجده. هنا نشوف ايش ممكن يقدم شادو. شادو ضد فالنتينو، قطز الدمج عليه كبير من فالنتينو، لكن فالنتينو ياخذ الكل على شادو، ونشوف في افضليه واضحه صراحه من فريق فالكونز رغم المان ادفانتج اللي كان متواجد لفريق اكاتسكي يا جون. والبلايد بصراحه جدا من فالنتينو يا دحوم، بعد ما الراوند كانت خلاص بتروح من فريق فالكونز ترجع على طول وفالنتينو يقدر يعدلها. بصراحه يا دحوم انا اقول لك تصريح قوي جدا دلوقتي، فالنتينو بالنسبه لي من التوب 3 بلايرز اللي موجودين في الريجن ده. الاثنين التانيين هقولهم لك في الوقت المناسب، بس فالنتينو اعتقد بعيدا عن الكلام اللي انا بقوله ده هو فعلا بيورينا هو ليه من التوب 3 بلايرز. صحيح انا شوف اتكلم حاليا فالنتينو بفور كيلز في راوندين، نتكلم عن اداء متميز صراحه من فالنتينو وفريق فالكونز بشكل عام. الان خلاص اكاتسكي
قرر انه ينزل للكيتشن بعد ما كان راوندين غير موفقه بالنسبه لهم في جهه البار. وايضا لا ننسى انه صراحه كان راوند الماضي يعني اخطاء بسيطه، ولا كان ممكن كاتسكي بشكل عام يكون افضل من الراوند الماضي، لكن الان بنشوف الجوكر بالرام بدال السلج. جوكر يغير على الرام، جلاد كمان يغير على باكو، بي 9 يغير على جاكل، وخلي بالك جدا من بي 9 وجاكل يا دحوم. دايما بي 9 لما بيختار جاكل يبقى ناوي على حاجه معينه، وبالذات في ماب زي ماب كافيه. اعتقد ان الراوند دي هتكون صعبه جدا بالنسبه لفريق اكاتسكي. الدنايلز اللي عندهم، خلينا نقول الجويو كانسترز، الجاز كانسترز، وفي نفس الوقت الجو ماينز، بس على طول يا فالنتينو بالفيرست بيك على اي كيو بمهاره عاليه. وهو ده الجيم سنس العالي جدا اللي انت بتدور عليه في لاعب عنده خبره مهوله زي فالنتينو يا دحوم. تونا كنا نتكلم عن فالنتينو مبدع، وبالفعل يضيف الكل الخامس معانا في الجيم. نتكلم عن تواجد صراحة فريق فالكونز بالهجوم، عارفين كلنا قديش فالكونز صراحة بالأتاك جدا قويين ومنظمين بشكل واضح جدا خلال البطولات الماضية، وحتى ستيج 1 ولا في ستيج 2 حاليا. وفي اللحظات الماضية قطز قدر يتخلص من فيتا، لكن شوف الآن ملحة يتخلص من جوكر. الآن رام داون بكل مهم جدا، والتراك الآن موجود على ليجن عليه تراك وعليه درون يا جون، عليه الاثنين كميه انتل فالكون بيقدروا ان هم يعملوا لها جاذر. وهي دي الميزه الكبيره يا دحوم في فريق زي فريق فالكون، بيعتمد على الانفورميشن، وزي ما انت شايف معايا كده سواء الانتري فراجر او السبورت كلهم بيعملوا درون وبيحاولوا يساعدوا بعض. جلاد هنا يقع في بو ماين، وبيحاولوا ان هم يعملوا هانت لليجن اللي كانوا لامحينه ناحيه الريد ستير. مكان قطز بالعاده نشوف مكان ديفندر بالظبط، ولكن خلاص يعني فالكون قدروا ان هم يعملوا كنترول لجانب مهم جدا زي الفي اي بي والبار. واضح كده ان الاكسكيوشن على السايت هيبدا. ولو ننسى ترى وين نشوف جلاد بدخول سريع على السايت، قدر يتخلص من شادو. الان نشوف اكاتسكي في موقف جدا صعب، باقي بازوكا وحيد وخلاص عرفوا مكانه، قطز عارف مكانه، فالنتينو عارف مكانه، في موقف جدا صعب. بازوكا ايش ممكن يسوي؟ على ما يبدو انه صعبه جدا عليك يا بازوكا، ايش صاير؟ هو حاول يعمل ران اوت ولا حاول يعمل، هو كان موجود في الفيرست فلور وعشان يسوي فاست روتيشن سوى دروب مع الويندو عشان يروح. بس بشكل عام بقول لك سر الراوند البيك على اي كيو من فالنتينو، لان صح. هو كان المفروض يمسك الفي اي بي، خلاص انكشف جهه ثقيله وجهه مهمه كديفندر في البيسمنت او في عفوا في الكيتشن. بالظبط، هي في كل ماب كده يا دحوم بيكون في اماكن كروشال لازم انت كديفندر تعمل لها كنترول، ولازم كاتاكر تحاول ان انت تعمل الهولد عليها. فهنا ان فالنتينو يقدر يعني ينفذ حاجه زي كده من اول خمس ثواني بصراحه حاجه خلاص، يعني الراوند كانت راحت من اكاتسكي من قبل ما تبدا اصلا. صحيح. بس يا دحوم احنا لعبنا ثلاث راوندات لحد دلوقتي، خلينا نقول ثلاث راوندات يعتبروا راوندات سريعه جدا. فالكونز واضح ان هم داخلين بعنف جامد، 3 راوند وين ستريك، اكاتسكي محتاجين يردوا في الراوند دي، ولو خسروا الراوند دي فين التايم اوت يا دحوم؟ شوف 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 كنت ابغى اشوف فالنتينو عمال يعمل لنا تيز. ايوه شايف ايش كان معاه؟ متحمس اشوف امارو كنت متحمس اشوف ايش ممكن يقدم فريق فالكونز. لكن اعيد واكرر زي ما قلنا، يعني الشباب ذكروها في فقره التحليل انه فالكونز مميزين صراحه بالاتاك، يعني انا وجهه نظري في الريجن اشوف من افضل فريق كاتاك هو فريق فالكونز، منظم جدا ونادر هذا الشيء ترى يا جون. نعرف انه غالبا الكيمستري والسينرجي تكون اسهل في الدفاع، لكن في الهجوم اللي قاعد اشوفه من فريق فالكونز يعني ما له مثيل بكل امانه في الريجن. لذلك استابيليتي يا دحوم يحسب لهم صراحه، يحسب لهم هذا الشيء. فالفرق اللي حتبدا دفاع عاني صراحه. هنشوف مع بعض يا دحوم جلاد يجيب المونتين. جلاد ناوي على ايه مع وجود فالنتينو بالكابيتاو؟ يعني في سموكس وفي فايرز، جوكر معاه الرام، يعني هيبدا برضو يلعب فيرتيكال، بس اي كيو المره دي ياخد حقه من فالنتينو وهو اللي يجيب الفيرست بيك عليه. يعني كده السموكس والفايرز راحت من فريق فالكونز، بس جوكر يرد على طول بالريفراج السريع، وكمان فيتا برضو
بالريف راج على جوكر. 4-3 فريق فالكون بيحاول يعمل انتري ناحيه البيكري، ولكن الهيد ليفل والهولد من ازامي، وفي نفس الوقت الازامي وولز مساعده اكاتسكي بشكل كبير. كوتوز يخلص على اكس فيتا، خلاص 3-3 وفالكونز هيبداوا ياخدوا كنترول لجهه البيكري. يا دحوم نتكلم الان، الباك اب موجود من بي 9، لكن ايضا مين نشوف جلال يتخلص من شادو وقطز الان يحاول الدخول في واحد انجر اللي هو بي 9. بي 9 لا زال انجر، من السؤال انجر هل هو كان ملحه ولا مين؟ خلونا نشوف الان قطز ايش ممكن يسوي من فريق فالكونز. لكن هنا نشوف جلال يتخلص من ملحه، لكن خلاص بازوكا يتخلص من قطز الان، باقي جلال وحيد لو اتش بي يقدر يسوي بيك اب انجر لي بي 9، والباكت ايضا على جلاد بون اتش بي حرفيا ضدهم بازوكا. لكن المونتي بالشيلد حيسبب ضغط كبير، نتكلم ضغط كبير والباك اب موجود، بازوكا في موقف صعب. لكن جلاد بالمونتي ياخذ الراوند الرابع لصالح فريق فالكونز. هجوم صراحة ما قدر فريق اكاتسكي يجد اي حل له حاليا. يا دحوم بازوكا لعب الراوند دي بطريقه حلوه جدا، ولكن مشكلته ان هو عمل بوش اجريسيف في الاخر، كان ممكن يستنى في السايت، كان ممكن يحاول يستخدم الامباكت بشكل اكتر يعني احسن من كده شويه، بالذات ان اكيد كان معاه انتل وجات له كول ان مونتين لو، على الاقل انت كنت عارف ان في واحد لو، كمان عارف ان التاني كان انجرد واتعمل له ريفايف، يعني الامباكت دي كانت ممكن تفيدك بشكل كبير. بس هو دخل اجريسيف، فتح على نفسه انجلز كتيره، حاول يرجع من البريب، ولكن خلاص كانت تو ليت يا بازوكا. صعب اصلا ان تكون 2 في 1، صعب تكون 1 في 1 ضد مونتي، عاد كيف 2 في 1 ضد مونتي؟ الا ولو هو لوم، هي دي الحاجه اللي كانت هتشفع له. يس. على العموم يا دحوم، 4 راوندات وين ستريك من جانب فالكون، ولسه ما فيش تايم اوت، شيء غريب جدا الصراحه من فريق اكاتسكي. ولكن اللي لاحظناه مع فريق اكاتسكي للسيج ده ان هم في العادي عاده يعني بيتاخروا في طلب التايم اوت، وده برضو اللي احنا شايفينه دلوقتي. على العموم جلاد يا دحوم بيجيب الامار اللي انت كنت مستنيها وكنت متوقعها من فالنتينو، وعايزين نعرف جلاد ناوي على ايه بالظبط بالامار، وفريق فالكونز عامه خطتهم ايه. واللي بيعجبني دايما في فالكونز يا دحوم ان الاوبريتور تشينجز بين اللعيبه كتيره جدا، يعني دلوقتي فالنتينا الراوند اللي فاتت كان كوتوز هو ليانا، بي 9 قبل كده كان بيلعب بالجاكل، المره دي كوتوز اللي بيلعب بالجاكل. فالسويتش بين الاوبريتورز بين فريق فالكون حاجه الصراحه تستحق يعني ان احنا نعمل لها هايلايت. وايضا لازم نذكر انه صراحه ميزه جلاد اوه يا فالنتينو يسوي دينايل السي 4، نقطة هنا ممكن في نيد كل موجودة من فالنتينو، لكن الهروب الكبير من فيتا. كنت اتكلم انه جلاد ما شاء الله متميز انه يقدر يلعب اكثر من اوبريتر. جلاد السبورت بلاير المظبوط، يعني يقدر يلعب مونتين، يقدر يلعب بامارو، يقدر ينفذ كذا بلاي ستايل مختلف يا دحوم، راوند ورا راوند، يعني مش لازم جيم مختلف علشان يخش في المود ده. بس على العموم يا دحوم بالظبط جوكر على الوايت سير، فالكونز اوريدي قريبين جدا من السايت، ولكن جوكر برضه بيمتاز باللعب السنيكي، واضح ان هو هيبدا يروح كده سنيكي جوه السايت زي ما عمل قبل كده لما كان بيلعب بالباك. نشوف الان جوكر لا زال في موقف مميز، لكن في اللحظه هذه قطز يتخلص من شادو بعد التراك الموجود على فريق اكاتسكي. جوكر ياخذ الكل الثاني لصالح فريق فالكونز. فالكونز الان في موقف يعني صراحه جميل في الاتاك، واكاتسكي بالجهه الاخرى في موقف جدا صعب، موقف لا يحسد عليه صراحه فريق اكاتسكي. اكاتسكي اجين باقي دقيقه ونص ونتكلم عن 4-1. بازوكا للمرة الثانية ملحقتش يا بازوكا في كلاتش سيتويشن، بس بي 9 خلاص كده يجيب الراوند رقم 5 لصالح فريق فالكون. وبرضه السؤال يتعدي يا دحوم، هل هيكون في تايم اوت ولا مش هيكون في تايم اوت؟ يعني برضه 5 راوندز ورا بعض من غير ما تفكر ان انت تعمل تايم اوت، شيء غريب 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 يا دحوم. يعني ما ادري صراحة، كان المفروض بعد 3-0 دي اخر راوند خلاص هنعمل سويتش بوزيشن، واكاتسكي كمان هيروحوا اتاك. يعني المفروض انه انا من وجهه نظري 3-0 او ماكسيموم 4-0 خلاص. بس انا بشوف 5-0 ولا زال ما في اي تايم اوت من فريق اكاتسكي. بكل امانه ممكن نشوف شاب في الاناليس ديسك ايش هي الاخطاء اللي قاعد يقدمها فريق اكاتسكي في الدفاع. يعني في راوندات كانوا نوعا ما قريبين، لكن انت عارف لازم تدخل المباراه بفكره معينه، انه انا عارف قديش فريق فالكونز مميز في الهجوم، كيف ممكن اجد حل
دفاعيا، هل هي اسلوب الجاجت، هل هو يعني الرومينج؟ لكن شفنا تواجد الجاكل من فريق فالكونز كذا مره يمنعهم من الرومينج، خصوصا في الراوند الماضي شفنا حاول يسوي روم فريق كاتسكي لكن ما كان في حل مناسب من فريق كاتسكي. لكن في اللحظة هذا حيكون عندنا أزامي ليجين ووردن سولس وماي من فريق كاتسكي، لكن نشوف الآن إيش ممكن يقدم فريق فالكونز، خصوصا أتكلم عن فالنتينو بالأمارو وقلاز بقطز. وهنا نشوف في انفورميشن عن تواجد الليجين اللي هو شادو في يعني هو إيه اللي بيحصل؟ إيش قاعد يصير؟ كاتسكي بيلعبوا لعبة غريب جدا أدحهم، يعني مش عارف هل هم اللفة دي كلها ليه؟ غريبة. وبرضه في نفس الوقت بيكس فالكونز للراوند دي غريب. جوكر اوريدي انسايت يا دحوم، احنا مش واخدين بالنا، ولكن كان واخد جو ماين وفالنتينو على طول ينط وراه فاست من فالكونز، وجوكر يخلص على بازوكا 5-3 وخلاص كده الهوت بريتش بتاع فالكونز بينجح. كوتوز يجيب ملحه ويتبقى فيتا بس، واي كيو يا دحوم ضد 5 من فريق فالكونز اللي اوريدي معاهم كنترول للسايت، والاثنين اللي من فريق اكاتسكي بره فيتا يروح، وكمان اي كيو وفلولس راوند لصالح فريق فالكون، وكمان ماتش بوينت لصالح فريق فالكون يا دحوم. المره الثانيه شوف جوكر يدخل بكل اريحيه، شفناه لما كان في فيرست فلور دخل الستيرز بكل أريحية، والآن شوف دخل السايت بكبره كامل، وما أدري إيش قاعد يسوي فريق كاتسكي. كام إحنا ما توقعناهاش، إحنا فجأة الكاميرا حولت على جوكر لأنه جوه السايت وجو ماي البر يلعب في ماب تانية لوحده. لا غريبة جدا بصراحة، بس فالكونز مسيطرين على المباراة دي بشكل كبير، وشكلهم كده بيوجهوا رسالة لفريق جي كي اللي خسر قدامه 7-2، بيقولوا لهم إن إحنا ممكن نحاول نجي لكم برضه في الآخر. فلا يا دحوم على كل حال بنشوف الان سويتشنج سايد بين فريق اكاتسكي وفالكونز. نتكلم عن النتيجة حاليا 6-0 نتيجة قوية صراحة على فريق اكاتسكي، توقعنا نشوف فيه اداء افضل من اكاتسكي بشكل عام، لكن في الدفاع كانوا غير موفقين ابدا قدام فريق فالكونز. نتكلم حاليا عن تواجد سولس الزامي ليجن ميوت والميرا من فريق فالكونز، لكن بالنسبه لفريق اكاتسكي حيكون عندنا ايس الاش، وايضا عندنا ايانا من كثر ما فالنتيني يلعب. ايانا قلت فالنتيني فاهم يعني اتعودت خلاص، ما هو برضو في يعني فيتا فالنتينو الموضوع قريب برضو، بس واضح ان فالنتينو هيعمل الران اوت اللي دايما كنا بنشوفها من اكاتسكي، بس ما فيش حد كان عامل سبون هناك. وبرضو اختيار فريق فالكونز للريدنج كاول سايت غريبة صح؟ بس ذكي أيوة. لان اكاتسكي مش هيكونوا متوقعين، وهيقولوا اكيد هيروحوا بار او هيروحوا كيتشن، لكن ما فيش حد بياخد سكند فلور كده من اول راوند. هذا مو سبون بيكس، كل واحد ودي يسوي سبون بيك. كل الكل شفنا جلات، شفنا جوكر، شفنا فالنتينو، لكن الان بنشوف ايش يقدر يقدم فريق اكاتسكي. الاجريشن القوي هذا من فريق فالكونز ممكن يعاقب فريق اكاتسكي، ممكن يبدي يرجع الثقه شويه حبه حبه اذا قدر يكسب الراوند. لكن نشوف الان تراجع جوكر عفوا الى الفيرست فلور، حي ممكن يعطي اريحيه لفريق فالكونز. نشوف هنا جلاد ماسك، جلاد عمل سور السنه العظيمه ماخذ راحته خلاص. شايفين يا دحوم بي 9 بيعمل بريب في السي 4 لايه؟ يعني هو ناوي يرمي السي 4 على ايه بالظبط؟ مش عارف الصراحه، بس هو مجهز السي 4 في ايده. فالنتينو موجود في الريدنج، وبرده غريبه ان فالنتينو موجود في السايت كاسوليس، يعني يكون تحت السايت فوق السايت، بس هي هم فالكونز تحس ان هم بيلعبوا باريحيه. جوكر يقدر يجيب اول بيك على بازوكا، فالنتينو يخلص على شادو، يتعمل له ريفراج من فيتا، وجلاد يخلص على مالها. واضح كده ان الجيم خلاص بينتهي قدامنا يا دحوم. بالفعل بنشوف الان 3-2 باقي دقيقه و20 ثانيه. اتكلم عن فيتا واي كيو وحيدين ضد بي 9 وقطز وجلاد. نشوف ايش ممكن يسوي فريق اكاتسكي، هل بنشوف اول راوند لهم؟ شوف تواجد اي كيو، لكن شوف الديفيوزر عارفين عن مكانه فريق فالكونز. وبالفعل بنشوف جلاد يخلص على فيتا. نتكلم عن الراوند على ما يبدو بالفعل حيكون فلولس وين لفالكونز. جي جي والبلايد هارد لك لفريق اكاتسكي، ما كان مقدم المباراه المتوقع منهم صراحه بكل امانه، لكن هنا نشوف فلولس فيكتوري بالفعل.